ازيكم يا حلوين؟ عاملين ايه؟ يا رب تكونوا كلكم بخير. راجعين النهارده في فيديو جديد، وحشتوني من اخر ريفيو لينا مع بعض. يلا قبل ما اقول لكم هنتكلم عن ايه النهارده، يلا اللي مشتركش في القناه يلا يشترك بسرعه وتفعلي زر الجرس عشان يجيلك اشعار على الموبايل بكل فيديو جديد انا بنزله، وكمان عشان القناه تكبر بيك وانا لسه بادئه في القناه جديد. وادخلي اتفرجي كده على الفيديوهات اللي انا عملتها قبل كده، وكمان لو استفدتي من الفيديو ده ما تنسيش تعملي لايك وتشيريه مع اصحابك وتديني الكومنت اللي بيشجعني. النهارده جايبه لكم ريفيو عن براون سيلك بيل 5. انا كنت شارياها، هقول لكم اول حاجه سعرها. هبدا اول حاجه بسعرها وتعرفي ازاي ان هي اصليه. اول حاجه سعرها انا كنت جايباها ب 1300 جنيه، دي براون سيلك بيل 5. انا كنت جايباها ويت اند دراي عشان عايزه استخدمها اثناء الشاور وعايزه استخدمها على الناشف برضو. هي بيجي معاها اربع ملحقات زي ما انتم شايفين، هو ده شكل الماكينه. فاول حاجه انا قلت لكم سعرها ان هي 1300. حاولوا ان كنتوا تجيبوها في عروض، صيدليات سيف بينزلوا عليها عروض، وصيدليات برضو مصر، في برضو العزبي، فحاولي تجيبيها في عرض. كارفور برضو بينعمل عليها عرض جميل جدا، فانت لو عروسه حاولي ان كنتي تستغلي العروض. طب تجيبيها منين ان هي اصليه، او تتاكدي منين؟ ايه العلامه ان هي تتاكدي منها؟ العلامه يا حلوين هي، انا بعمل فوكس، ميد ان جيرماني اهي، ميد ان جيرماني كده انك انت اتاكدتي ان هي الاصليه عشان هي اصلا المانيه. لو لقيتي ميد ان اي بلد تانية كده، دي اللي هي الايه الكوبي بتاعتها، او مش الكوبي، هي كده المضروبه بتاعتها. وتخلي بالك من حروف براون اللي هي دي عشان هما بيغيروا فيها، فانت لو شطوره بقى حاولي انك انت تاخدي سكرين شوت كده من حروف براون اللي هي موجوده اهي، اللي هي اهي يا بنات عشان لو محدش شايفها. وميد ان جيرماني لازم اهم علامه اللي هي ميد ان جيرماني اهي، تتاكدي ان هي الاصليه من النقطه دي. فانت لو عروسه لازم انك انت تدخلي بحاجه زي كده. اول حاجه هي بيجي معاها قطعه الشيفنج. قطعه الشيفنج دي حلوه جدا للبنات الصغيرين عندهم 12 13 سنه، محتارين يستخدموا وسيله ازاله شعر مناسبه في ايديهم ورجليهم والشعر عندهم غزير. الوسيله هتكون كويسه جدا معاهم. دي منها درجتين، اول درجه تاني درجه. البنات الحوامل خلاص يعني مش بيستحملوا السويت من تحت وفي البيكيني وكده، برضو هتكون ممتازة جدا معاكي. 10 دقايق تكوني مخلصة البيكيني كله، وكمان من غير ألم ومن غير وجع وكده. فالقطعة دي ممتازة، هي بتطلع الشعر بعد يومين ثلاثة، هي بتقص الشعراية طبعا مش بتشيلها من الجذور، فهي دي كويسة جدا. فانتي لو مامي كده عايزة تجيبيها هتنفع ليكي، وهتنفع كمان لبنوتك لو انتي عندك بنوتة في فترة المراهقة وعايزة تستخدم يعني وسيلة ازالة شعر مناسبة. كمان في الاندر ارم هتكون مناسبة جدا ليها، مش هتوجعها. فترة البلوغ لازم يهتموا بازالة شعر الاندر ارم باستمرار عشان بيعمل ريحة مش لطيفة. اول قطعة دي قطعة الشيفنج. تاني قطعة هي قطعة بقى اللي هي الملاقيط، هي بيبقى فيها 28 ملقط، فبيشيلك الشعر الصغير، وكل ما عدد الملاقيط بيزيد كل ما يكون احسن. يعني براون 7 عدد الملاقيط اكتر، براون 9 عدد الملاقيط اكتر واكتر، فانتي هاتي الاكتر، يعني دايما هاتي 7 او 9، عدد الملاقيط فيها بيبقى كتير قوي، فحلو بيشيلك الشعر اللي انتي عينك ممكن ما توشفهوش، المكنة هتشيلهولك. ده وش كده بيتركب اهو، مش عارفة مش عايز يتشال ليه، او ده الوش ده بيتركب كده وبتشيلي، ده بيشيل منطقة كبيرة جدا من الجسم، يعني هتعملي رجلك بيشيل شعر كتير، يعني انتي بتركبيها كده بمنتهى السهولة. ودرجتين اهو، تاني درجة. في بدل الوش ده برضو في وش تاني ممكن تركبيها بيقلل الألم، اللي هو فيه ذبذبة كده يا بنات اهو. الذبذبه دي حلوه جدا، هي بتقلل الالم، هي الجزء ده بيعمل ذبذبه كده في المكان اللي هتعملي منه ازاله للشعر، فبيقلل الالم خالص. فالجزء ده حلو جدا، بيعمل ذبذبه كده، حتى انتوا لو شايفين حاسين ايدي تتهز كده، بيعمل ذبذبه في المكان اللي هتشيلي منه الشعر فبيقلل لك الالم خالص. فانتي ده حلو جدا لو هتستخدميه مثلا في البيكيني، هتستخدميه في الاندر ارم، هي عادي ممكن تستخدمي قطعه الملاقيط دي تستخدميها في البيكيني عادي جدا، انك انتي تدهني كميه من كريم مخدر بريدوكاين اهو. ده كريم مخدر معروف جدا في الصيدليه بسعره 14 جنيه. انا اسفه ان انا واكلاه مش بخلصه تقريبا. بيستخدم قبل السويت، بيستخدم قبل جلسات الليزر، كمان تستخدميه قبل
قبل البراونس الكبيل، بدل ما تستخدمي السويت من تحت وتسيحيها وتسيح معاكي والبهدله دي كلها، ادهني كميه كويسه جدا من المخدر ده والبسي البانتي بتاعك، بس حطي كده كيس بلاستيك يكون نظيف جدا، كنش حاطه فيه مثلا ولا بصل ولا خيار ولا حاجه، لا كيس بلاستيك نظيف جدا حطيه بحيث ان المخدر ما يلزقش في البانتي بتاعك وكانك ما عملتيش حاجه، وقعدي ساعتين بالظبط او ساعه ونص على حسب ما تلاقي المكان اتخدر عندك، وابداي شيلي بالايه بالقطعه دي، هتقللك الالم بنسبه بجد 80%، يعني انت هتحسي ان الالم راح بنسبه 80%. طبعا في الم بس الم ايه، الم محتمل يعني، لكن انت مش متخيله لو انت استخدمتي ماكينه اللي هي البراون دي على البكيني وانت مش حاطه المخدر هتموتي بصراحه من الالم، الالم هيكون صعب جدا، لكن المخدر بصراحه بيجيب نتيجه ممتازه جدا مع البراون سيلكابي، فدي هيكون ممتازه جدا معاكي. كمان هيطلع لك الشعرايه متاخره، يعني هيطلع بعد اسبوع مثلا اسبوعين، يعني هما حتى كاتبين هنا من اجل بشره ناعمه تدوم 4 اسابيع، فبيقعد معاكي شهر كامل، يعني على حسب، في مناطق مثلا يطلع بعدها باسبوعين، في مناطق بيطلع بعدها باسبوع، على حسب طبيعه الشعر اللي في جسمك. عايزاكم برضو تاخدوا سكرين شوت من حروف براون دي، ان هي دي كده الاصليه، ان في شركات بيغيروا في الحروف دي ويقولك دي الاصليه، لا دي كده الاصليه. بيجي معاها شاحن ممكن تشحنيها، الشاحن بيقعد مثلا ساعة تشحنيها كده في الكهرباء، اهي تشحنيها كده ساعة في الكهرباء، هتقعد معاكي نص ساعة كاملة من غير ما تفصل خالص. ممكن تستخدميها اثناء الشاور عادي خالص، طلع لك يعني طلعت كده كام شعرايه ولا حاجه، تستخدميهم تحت الشاور، مفيش كهرباء. في بنات بتقول احنا بنخاف من الكهرباء، مفيش كهرباء، انت فاصله عنها اصلا الكهرباء، يعني وانت بتشغليها انت كده، انت واخده المكنه دي معاكي هتعملي مثلا ايدك ايه بيكهرب كده وانت تحت الميه عادي، يعني الميه بتقلل لك الالم جدا جدا برضو، يعني بتحسي ان الالم برضو بيخف قوي، فانت خلي بالك لو انت عايزه تستخدميها تحت الميه هاتيها كده ويت اند دراي، وكمان بتلاقي عليها تراتيش ميه كده، عشان انا جبت براون قبل كده ورجعتها كانت سيلكابيل 5 برضو، بس كانت اللي هي ايه من غير تستخدمها تحت الميه، يعني ممنوع استخدام تحت الميه، فرجعتها وجبت اللي هي براون ايه تستخدمها تحت الميه، فحاولي انك انت ما تقعيش نفس الوقعه اللي انا وقعتها، تخلي بالك شوفي انت عايزاها بايه. تحت الميه برضو هتكون ممتازه جدا معاكي، هتقلل الالم جدا. فانت كمان لو انت مش هتستخدمي بيردو كاين مثلا، تعملي مثلا ايدك ممكن تحطي بيبي بودر، تعملي سكراب لايدك عادي، سكر وقهوه ومعلقتين زيت زيتون، هيبقى سكراب كويس جدا جدا لايدك لرجلك اي منطقه. انا كمان عامله سكراب القهوه لتفتيح لون الجسم، اتفرجوا عليه هسيب لكم اللينك بتاعه فوق، اتفرجوا عليه سكراب جميل جدا بيفتح لون البشره، العرايس اللي عايزين يفتحوا لون بشرتهم والفرح قرب ومفيش اي حاجه جايبه نتيجه، السكراب ده لو انت استمرتي عليه هيفتح لك لون جسمك، فانت اعملي السكراب على طول، وبعد ما تعملي سكراب اشطفي جسمك كويس او اشطفي ايدك مثلا، وخلي ايدك منديه كده، ودهني ادهني ادهني حبه من بيبي باودر جونسون دي ب15 جنيه، العبوه الصغيره تقعد معاكي كتير، يعني قاعده معايا كتير قوي، ادهني منها حبه على ايدك، وبعد كده اشتغلي ايه بالبراون لو انت هتعملي في ايدك، يعني انا الحركه بتاعت البيبي باودر دي بستخدمها في ايدي اكتر، لكن لو البكيني او الاندر ارم لا، يبقى لازم بريد وكيين هيجيب نتيجه ممتازه جدا معاكي. طب بعد ما خلاص عملت مثلا بكيني وعملت ايدي عملت الاندر ارم، اعمل ايه بعديها؟ ايه لا ايه لا اقدر اعمل؟ اول حاجه تاخدي دش بعد ما تخلصي خلاص عملتي ازاله لشعر جسمك كله، يعني المكنه دي تنفع انك تشيلي شعر جسمك كله كله، تعملي ايدك وتعملي الاندر ارم وتعملي رجلك وتعملي البكيني، بس انا بصراحه انا مش بفضلها في الرجل، في بنات بتستخدمها في الرجل بتطلع لهم جلد وزه وشعر تحت الجلد، وفي بنات لا، فانا مش بستخدمها في رجلي خالص، انا بستخدمها في كل مناطق الجسم ما عدا رجلي، فانت لو من البنات اللي هي بتعمل لك شعر تحت الجلد او جلد الوزه ابعدي عنها تماما، ان دي من اول مسببات جلد الوزه. فخلاص بعد ما تخلصي ازاله شعر جسمك كله تعملي ايه؟ تدهني فيو سكورت، مضاد حيوي ده ممتاز جدا، خصوصا بقى لو عملتي البكيني لازم تدهني مضاد حيوي ده قوي جدا، طبعا ده استعمال خارجي من بره بس ما تدخليش جوه خالص في البكيني اريا، ده سعره 41 جنيه، دي العبوه الكبيره بتاعته هيقعد معاكي كتير، لازم تدهني سواء عملتي الاندر ارم عملتي ايدك، انا بدهنه على اي منطقه بصراحه، حتى لما بعمل شيفنج لاي منطقه لازم بدهن فيو سيدين او فيو سكورت، فيو سكورت جميل جدا لو استخدمتيه للبيكيني، ولا يطلع لك بقى حبوب ولا التهابات ولا اي حاجه خالص.
فكده عندك كريم بريدوكاين، ده المخدر الموضعي اللي هتحطيه قبل ما تعملي بساعتين، تحطيه وتحطي كيس بلاستيك عشان ما يلزقش المخدر في البانتي وكأنك ما عملتيش حاجه. وعندك في سكرت الحاجات دي اللي انت هتجيبيها من الصيدليه، ولو انت مش عايزه تستخدمي بريدوكاين ممكن تستخدمي بيبي باودر عادي. عندك كده 3 اختيارات زي ما انت عايزه. باي باي يا حلوين، اشوفكم في فيديو جديد. لو عايزين تسألوني في اي حاجه هرد عليكم تحت في الكومنتات. باي باي.